أشكركم لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ حمد، أهنيك بتوليك رئاسة القمة، وبهذه المناسبة أقول لأخي عبد الله يعني 6 سنوات وأنت هارب وخايف من المواجهة، أخ معمر ما تخاف، بس بقول لك بعد 6 سنوات ثبت أنك أنت اللي كذا براك والقبر قدامك، وأنت هو اللي صنعتك بريطانيا وحاميتك أمريكا. يا أخ معمر، فيه رؤساء يتكلمون. حمد، الى ومن من احترام للأمة واعتبر المشكل الشخصي الذي بيني وبينك قد الميكروفون احك، وانا مستعد لزيارتك وانك انت تزورني. يا اخ معمر، رجاء نقطة نظام عمومي وعميد الحكام العرب وملك ملوك افريقيا وامام المسلمين، مكانتي العالمية ما تسمح لي اني يعني ننزل لأي مستوى آخر، وشكرا. أنا أعتقد أخ معمر يمكنني فهمتك خطأ، أنا أعتذر أمام الأخوة الرؤساء الملوك والرؤساء، وأشكرك على كلماتك الموفقة. إذن عاد وعقد لقاء مصالحة على هامش قمة الدوحة بين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والزعيم الليبي معمر القذافي، وضع حدا لقطيعة دامت 6 سنوات، وشارك فيه أيضا أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي يستضيف القمة. المبعوث الخاص القذافي قال إن اللقاء استمر لمدة ساعة، وبعد انتهائه استضاف أمير قطر الزعيمين على مائدة الغداء، وقد تبادلا دعوات الزيارة. وصرح مصدر رسمي مقرب من القذافي لوكالة فرانس بريس إن الخلاف بين ليبيا والسعودية أصبح من الماضي. وأوضح المصدر أن العبارات التي وجهها القذافي إلى الملك عبد الله جاءت على لسان الأخير قبل 6 سنوات في قمة شرم الشيخ.